إلى الرأي العام العالمي. نشهد في هذه الآونة الأخيرة هجمات الدولة التركية الفاشية على جبال كردستان، كما أننا نشهد مقاومة قوات الغريلا أمام كل أسلحة الدمار الشامل. هدفها من كل هذه الهجمات إخماد نيران الثورة في كل أجزاء كردستان وإبادة الكرد بكل الأساليب الوحشية والمخزية للإنسانية. لكن جبال كردستان الحرة وبمقاومة قوات الحرية تسطر ملاحم بطولية وتاريخية هناك، ويكتب التاريخ أسماء 17 من مشاعر نور الذين أشعلوا طريق الحرية بمقاومتهم واستشهادهم. لذلك ليسمع كل العالم ويعلموا معنى المقاومة والحرية الحقيقية في جبال كردستان، وأن الكردستانيون يستمرون بالسعي وراء طريق الحرية والسلام، الطريق الذي شق بمقاومة ونضال قوات السلام والحرية الجريلا، ليصل صدانا وليسمع أصواتنا إلى كل المنظمات ودول التحالف بوقف الهجمات الوحشية التركية الفاشية على جبال كردستان. إن المشهد يصدم الإنسان ويخالف الإنسانية وخطير للغاية، لذا لا يمكن إخفاء هذا الوضع. إن السبيل الوحيد لسد الطريق هو أن يذهب وفد مستقل إلى المنطقة وإجراء التحقيقات اللازمة على لكل من يريد أن تعم تركيا بسلام وأمان. عليه أن يسعى لحل القضية الكردية، إلا كما أن هناك حرب ضد الكرد منذ 100 عام بكل عنف، فستدوم هذه الحرب ل100 عام أخرى، والمتضرر الأكبر هو الشعب. لنكون سند لأبنائنا وبناتنا الجريلا، لنكن لائقين بتضحياتهم وجسارتهم، لنكن صوتا واحدا وقوة لا تهزم، كي نهزم جميع القوة الإمبريالية والهيمنة العالمية ونفشل مخططاتهم وتنتصر حربنا وثورتنا ضد أعداء الإنسانية. عاشت مقاومة جبال كردستان، عاشت مقاومة الجريلا، عاشت مقاومة المرأة.